انا نفسي في يوم من الايام اشيل الحواجز السوداء دي اللي على باب المعبد، وهيجي اليوم ان شاء الله دور العباده كل دور العباده هتبقى مفتوحه لكل الناس. عندي هنا مثلا صورة من محضر اجتماع الطائفة اليهودية بالقاهرة سنة 2001، كان أول سبجكت هيتكلم التأكيد على الموافقة على طلب المديرية بشأن تغيير اسم الطائفة من الطائفة الإسرائيلية بالقاهرة إلى الطائفة اليهودية بالقاهرة، باعتبار أن اليهودية ديانة والإسرائيلية جنسية. كان زمان ما كانوش بيقولوا ولا بالانجليزي ولا بالعربي، انجليزي كان إسرائيلايت ما كانش جوز، بالعربي كان إسرائيلي، الديانة إسرائيلية. بعد إنشاء دولة إسرائيل عشان ما يحصلش الخلط ده تم التغيير الاسم من الديانة الإسرائيلية إلى الديانة اليهودية بجميع اللغات، يعني مش بس بالعربي. كان في اتموسفير خانق، احنا الليسيه لما اتغير وبقى فيه حصه الدين العيال تتفرق من بعضيها، ده كان شيء بشيع. كنا احنا بنبقى طالعين من الحضانه وبتاع وكلنا اصحاب، ما كناش اصلا بنفكر نسال انت مسلم انت مسيحي انت ايه. تيجي حصه الدين يقولك تلاقي جزء من الفصل خرج بره، فاكر كنا انا كنت بقعد، وبعدين قالوا لا انت ما تقعديش، فخرجت فلقيت صحابي بيقولوا لي تعالي معانا احنا بنروح الكاتيشيزم اللي هو حصص الدين المسيحي، والمدام بتحكي حكايات وبتاع، وكان عندي صحابي من كل الفصل يعني. فاروح حضرت مره واتنين، بصراحه المدرسه كانت مرعبه شويه. وبعدين مرة قالت لي تعالي انت اسمك ايه؟ قلت لها كذا، قالت لي انت مسيحية؟ فانا ما عرفتش ارد، قالت لي اسألي ماما وبابا وتعالي قولي لي الحصة الجاية.